السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير. وصفتنا اليوم سباكيتي بوزروغ او سباكيتي بلح البحر. غادي ننقيه، غادي نحيدو هاد الببوشه، ببوش كيكون لاصق فيه، ونحاولو ندوزو الموس ولا نمرو الموس باش نحيدو الشوائب اللي فيه ونحيدو داك الخيط. بحال هادي راه ما فيهاش داك الببوش. دابا غادي نغسل البوزروغ، نغسلوه مزيان لان غادي الصلصه اللي غيطيب فيها غنحتاجوها للسباكيتي، يعني خصنا نغسلو البوزروغ مزيان. هانتوما راه مسدود، اللي محلوله راه كنحيدها كتكون ميته، بحال هادي محلوله راه لحتها، لحت واحد تقريبا لقيت ثلاثة لحسهم حلولين. دابا غادي ندوزو للطريقه، غسلنا بوزروغ، غادي ندير زيت الزيتون، ولا ما كانش كنديرو زيت نباتي عادي، ندير فصوص ديال الثوم، نوريكم الطريقه والمقادير كيبقاو على حساب عدد الاشخاص. عندي مطيشه كبيره، ما عنديش صغيره، قلت علاش لا ندير حتى مطيشه كبيره. دابا غادي نسد عليه ونخليه حتى يتحل. دابا بوزروك تحل، شفتو؟ ضروري نغطيوه باش داك البخار هو اللي كيساعد باش بالزربه تيتحلو الببوشات ديال بوزروك. هانتوما شحال طلق ديال الماء، علاش قلت لكم خصنا نغسلوه مزيان. دابا زدت مطيشه قطعتها، انا ما حيدتش ليها القشور ديالها، الا بغيتو تحيدو ليها القشور حيدوهم، انا ما كنحيدش ليها القشور الحقيقه، غير ملي مشيت لطاليان ملي كنت في المغرب ضروري مطيشه نحيد ليها القشره. الطاليان ما تيحيدوش القشره للمطيشه. غنزيد الحار، فلفل حار، فلفل حار كيبقى اختياري. نحاولو نهبطو مطيشه تحت من الكوتسي باش طيب لينا في داك الماء. دابا غادي نوجد الماء فاش نسلق سباكيتي.
با كيجي عندي غليظه، يعني السمك ديالها غليظ، سميتها بوكادين. هذه هي اللي كيديروا الطليان معقنيه، كيديروش ديك الرقيقه، كتجي زوينه. لما ما موجوداش نديرو سباكيتي عادي، ماشي مشكل، حتى هي كتجي زوينه. دابا غادي نحيد الكوتسي، تبقى لي الصلصه هكا باش نمرر فيها سباكيتي وتشرب المذاق ديال الصلصه. شفتوا معايا راه مكاين لا توابل لا والو، غير الملحه وزيت. تشجلاتش ليا الملحه ملي درتها، الملحه وزيت والزيت والحار اختياري والثوم، هادشي اللي كاين. ولكن راه كيجي واحد المذاق ديال البوزروق ما نعاودش لكم. هذا هو الطبق النهائي، شوف كيفاش كيشهي. قبل ما تاكلوه تشهاو وتاكلوه. نتمنى تعجبكم الوصفة ديالي، وديروا لي جيم وديروا ابوني باش يوصلوكم الوصفات ديالي، وشكرا على المشاهدة.